الله يستر الله يستر والله ما ادري لو طحت انا دحين في السيل هذا. تزامنا مع إطلاق الإنذار الأحمر سيول وأمطار تضرب مكة المكرمة وجدة، وفقا لتوقعات الأرصاد باستمرار وزيادة فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام وكما تشاهدون الآن. يلا زاد السير. لا حول ولا قوة لا حول ولا هذا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سيدراك لا حول ولا قوة إلا بالله. الولد يروح الولد راح. دعت المديرية العامة للدفاع المدني الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، حيث شهدت مدينة مكة سقوط كميات كبيرة من الأمطار غزيرة الشدة. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الإنذار الأحمر بالمدينة وسقوط أمطار غزيرة في مكة وجدة، كما تعرضت مدينة جدة إلى سقوط أمطار تسببت في وجود تجمعات كبيرة من المياه في مختلف الشوارع نتيجة تعرض المملكة العربية إلى موجة من الطقس الغير مستقر. وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة في مدينة مكة المكرمة وما يؤدي إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية. وأضافت أن معظم أنحاء المملكة سوف تشهد اليوم استمرارا لسوء الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وخاصة المناطق التي تطل على البحر الأحمر من شمال جنوب المملكة. شوف هذه ضحايا البرق الليلة. وأوضحت أنه من المتوقع حدوث صواعق رعدية وجريان السيول بالإضافة إلى تساقط البرد في مكة المكرمة، وحذرت المواطنين في السعودية من الخروج من منازلهم بسبب حالة الطقس الغير مستقرة التي تشهدها البلاد حاليا نتيجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح الشديدة وسيطرة حالة من الطقس الغائم على مختلف أنحاء السعودية نتيجة تجمع السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق متفرقة والتي أدت إلى سقوط سيول وأمطار غزيرة على مدار اليوم. وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وتشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وبحرة وميسان والعرضيات والليس والكنزفة وجدة ورابغ وتربة ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف. تم تقفيل خط انبعنا خيام انبع البحر، تم تقفيل السيول. وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة ومناطق القصيم ونجران. ويتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية، ومن المتوقع تكون الضباب خلال الساعات الأولى من الليل وتستمر حتى الصباح الباكر بسبب حالة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد وضرورة أخذ الحيطة والحذر. يا الله اللهم صيب النافع عن مركز 50 الآن 50 كيلو عن محافظة ينبع امتداد طريق جدة. لا إله إلا الله هطول غزير للأمطار الآن اللهم صيب النافع عن. حيث تعاني السعودية منذ أيام من الأمطار الرعدية على مختلف المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة، وشهدت مكة وتبوك أمطار غزيرة أدت إلى سيول حاصرت بعض الأشخاص في المركبات وغمرت المياه الشوارع والمنازل، ونبهت الأرصاد المواطنين من مواجهة الأمطار الرعدية المستمرة التي يصاحبها الصواعق الخطرة مما يستدعي التزام المنازل، وقد نبهت من استمرار تأثر البلاد بالحالة المواترة خلال الأيام القادمة. لا إله إلا الله مزدلف الآن يا الربع. والله شيء رهيب والله ما قدرت ادخل بغوي قلمة. حيث من المتوقع هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق التي يمكن ان تتسبب في فيضانات وجريان للسيول والأودية.
ما شاء الله تبارك الرحمن، سيول وبرد شمال بجدة ما شاء الله. شوفوا كيف السيل يقص النفوذ، لا إله إلا الله. يا سلام، الله يرحمنا ويكرمنا ويعفو ويعافي.